تأهلت النهاردة البطلة المصرية الجميلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش للدور النهائي في بطولة جي بي مورغان الصين المفتوحة والمقامة في الصين خلال الفترة ما بين 4 ل 8 سبتمبر الحالي. وفازت رنيم على المصرية هانيا الحمامي بطولة العالم للناشئات بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 37 دقيقة ونتيجة الأشواط كانت كالتالي 11-8 12-10 11-8. يعني دي كانت الأرقام الخاصة بالمباراة اللي كانت ما بين رنيم وكانت ما بين منافستها المصرية هانيا. وكده رنيم بتترقب الفائز من مباراة نوران جوهر المصنفة الرابعة ونور المصنفة الخامسة في الدور النهائي للبطولة. وطبعا يعني هي بتنتظر مين اللي هيفوز علشان اللقاء الأخير.